الحكاية بتبدأ في قصر عملاق مع إمبراطور مملكة كون الصينية، والإمبراطور كان بيفكر في مشاكل المملكة مع نفسه، لكنه سمع صوت غريب فحس إن في حد بيراقبه، ومن هنا الإمبراطور أخد السيف بتاعه واستعد للقتال، ومن هنا في اتنين سفاحين ظهروا من الظلام وهجموا عليه بشراسة، بس من حسن الحظ الإمبراطور كانت ردت فعله سريعة جدا وقدر إن هو يتفاداهم في ثواني معدودة، ده غير إن الجنرال حضر وكان معاه مجموعة كبيرة جدا من الجنود، لكن السفاحين قدروا انهم يسيطروا على جنود الجنرال وحصروا الامبراطور والجنرال في نهاية الامر، ومن هنا شين انضم للقتال، وشين يبقى شاب عنده 18 سنة لكنه اتدرب على استخدام السيف من صغره، ومهاراته كانت خرافية وملهاش مثيل لانه قدر يسيطر على السفاحين مع انهم كانوا اكتر منه في العدد. ولما شين كان بيتكلم مع الجنرال والامبراطور علشان يفهم ايه اللي حصل، فبنعرف ان في سفاح لسه عايش وكان هيقتل شين، لكن من حسن الحظ ايده اترمى عليها سهم مسموم، والشخص اللي رمى السهم ده كان الطفل اوكام، والطفل اوكام يبقى صديق شين العزيز، وقبل ما السفاح يموت فبيقول ان في مقاتل اسمه شيو بدور على الامبراطور، ولو قابله هيخلص عليه تماما. وشين استغرب جدا من اللي حصل لان عمره ما سمع عن المقاتل شيو قبل كده، فالامبراطور قال ان المقاتل شيو يبقى اخطر سفاح في المدينة كلها ومفيش اي حد يقدر يقف قدامه. ومن هنا واحد من الجنود حضر وقال ان مملكة واي المنافسة موجودة على الحدود بجيش ضخم جدا، فشين قلق وعرف ان في حرب كبيرة هتحصل قريب في المدينة. وتاني يوم الامبراطور امر شين ان هو ينضم للجيش لانه ماهر بالفنون القتالية وهيقدر يساعد الجنود ضد مملكة واي، فشين اتحفز بشدة وقال ان الوقت جه علشان يثبت قوته. ولما كان بيراقب الشباب المتطوعين للدفاع عن المملكة، فبالصدفة بينج واخوه بونج شافوه، وبينج وبونج كانوا اصدقاء شين من زمان وتربوا معاه، ومن هنا شين حس بسعادة كبيرة وطلب منهم يفضلوا معاه وقت القتال لانه مقاتل قوي جدا وهيقدر يحميهم. فبينج وبونج ضحكوا عليه لانه كان شاب ضعيف جدا زمان. وبعد فترة صغيرة كل المتطوعين وصلوا ساحة واسعة وبدأوا يجهزوا نفسهم علشان ينضموا لجيش الامبراطور، ومن هنا شين لاحظ ان في شاب ملسم واقف لوحده، ولما شين حاول يتكلم معاه فالمقاتل الملسم ما ردش عليه، فشين اتعصب بشدة وكان هيدخل معاه في قتال. ومن هنا في شاب جدع اسمه كوي ظهر واوقف القتال ما بينهم، وفي النهاية المتطوعين وقفوا في صفين لان جنرالات الجيش وصلوا. ومن هنا بنقابل الجنرال وول، وشين يعرف الجنرال وول لانه اتدرب معاه لما كان في قصر الامبراطور، وشين سأله ايه اللي هيحصل في الحرب، فالجنرال وول قال ان جيش مملكة واي دمر مدينة كاملة بدون اي مشاكل لان القائد بتاعهم يبقى الجنرال جيونج، والجنرال جيونج يبقى مبارز قوي جدا في استخدام السيف ومفيش اي حد يقدر يقف قدامه. فشين حس بالقلق الشديد. وتاني يوم شين واصدقائه فضلوا يجروا لساعات طويلة علشان يوصلوا للواجهة بتاعتهم، واول ما شين شاف ارض المعركة من فوق جبل عالي فتحمس بشدة وقال ان وقت الحرب قرب. وبعد كده القائد امر المتطوعين انهم ينضموا للجيش ويقفوا في صفوف منظمة، وبالفعل شين نفذ الاوامر وكان جنبه بينج وبونج وكاي والشاب الملسم. واول ما القائد اعطى الامر بالقتال فجميع المقاتلين فضلوا يجروا باقصى سرعتهم، لكن جنود مملكة واي اخذوا وضعية دفاعية باستخدام الرماح، فشين انطلق بسرعة البرق وقفز باقصى ما عنده لدرجة ان هو تفادى دفاعات العدو ونزل وسطهم، وبعد كده بدأ يخلص عليهم واحد ورا واحد لانه بيتميز بمهارات اسطورية بمبارزة السيف، ومفيش حد من المقاتلين العدو كان قادر يقف قدامه. اما باقي الجنود اتحفزوا بشدة وحاربوا بكل ما عندهم لان شين الهمهم وشجعهم على القتال، لدرجة ان بونج استجمع كل قوته وقدر ان هو يدافع عن اخوه بينج مع انه فلاح بسيط، وبينج وبونج قدروا انهم يتحدوا مع زميلهم كاي. وفي وسط المعركة فشين لاحظ ان جنرال مملكة واي كان واقف على برج عالي، فجري من وسط الجنود بشجاعة وقفز عليه بدون خوف لحد ما انهى على حياته تماما، وخلى جيش مملكة واي يحسوا بالرعب وينسحبوا زي الجبناء. ومن هنا بعض المتطوعين حسوا بسعادة كبيرة جدا لانهم مجرد فلاحين وعمال وقدروا انهم يخوفوا الجنود،
أما شين فلاحظ موجة من الرمال جاية من بعيد، فعرف إن في حاجات مرعبة بتقرب منهم، علشان كده طلع يجري علشان يبلغ أصدقائه باللي هيحصل. وجميع المتطوعين كانوا حاسين بالرعب الشديد وما كانوش عارفين يتصرفوا إزاي، لأن الجيش انسحب وسابهم لوحدهم. ومن هنا العجلات الحربية الخاصة بجيوش مملكة واي ظهرت من وسط الرمال وبدأت تدمر كل اللي كان واقف في طريقهم. وبعد ما العجلات الحربية عدت، فشن وأصدقائه عرفوا إنها هترجع من جديد، وقال إنهم لازم يستعدوا بكل قوتهم علشان يعرفوا يسيطروا على جيش مملكة واي وإلا هيموتوا. وبعد كده الجندي الملسم قال إنهم هياخدوا جثث العدو وهيعملوا بيها حائط للدفاع عن نفسهم. فشين وبينج وبونج بدأوا ينفذوا الخطة في ثواني معدودة. وأول لما العجلات الحربية رجعت من جديد، فشين أظهر إن هو شاب ضعيف وبيهرب منهم، لحد ما استدرجهم لحائط الدفاع ودمرهم تماما. فحس بسعادة ملهاش مثيل هو وباقي أصدقائه، وافتكروا إنهم كسبوا الحرب. لكن من سوء الحظ إن باقي جنود مملكة واي وصلوا للدعم، ومن هنا الشاب الملسم أظهر قوته للمرة الأولى وقتل 3 جنود بضربة واحدة بس علشان يحمي بونج. وللأسف كل المتطوعين ماتوا في القتال إلا شن وأصدقائه، قتلوا لوحدهم طول الليل والنهار لأن مفيش أي دعم وصل للمكان. ولما كانوا بيحاولوا يهربوا من أرض المعركة، فاتفاجئوا إن جنود مملكة واي حصروهم من كل اتجاه. فشن قرر يواجههم لوحده وأمر أصدقائه يهربوا من المكان، وشن قدر يطحن أعدائه بسهولة تامة وقدر إن هو يسيطر عليهم، وما كانش في حد قادر يقرب أو يقف قدامه. لكن من سوء الحظ شين اتصاب بشدة وتعب من القتال، ومن هنا الشاب الملسم وصل على آخر لحظة علشان يساعده في القتال. وفي البداية شين افتكره ضعيف، لكنه لاحظ إن هو بيستخدم أسلوب مبارزة سيف سري. وفي بداية القتال المقاتل الملسم هاجم بسرعة البرق على أعدائه وفضل يشرح فيهم واحد ورا التاني بسهولة تامة. ومن هنا كانت المفاجأة، لأن الشاب الملسم الوشاح بتاعه انكشف واتضح إن هو كان بنت من البداية. وطبعا شين انصدم جدا من اللي حصل وقدر إن هو يستجمع قوته مع تركيزه ورجع للقتال. وأول ما جنود العدو حصروا شين والبنت الملسمة، فالبنت أخدت إيده وقفزت من مكان عالي وسط الضلمة علشان يهربوا، بس من حسن الحظ وقعوا بمكان آمن. ومن هنا البنت الملسمة داوت جروح شين، ولما شين فاق فسأل البنت هي موجودة بالحرب ليه. ومن هنا البنت الملسمة بدأت تحكي الحكاية بتاعتها، وقالت إنها اسمها نانا وتربت وسط عصابة من السفاحين، وأختها الكبيرة كانت ماهرة جدا بالفنون القتالية واستخدام السيف. لكن لما أختها جالها أمر إنها تقاتل الامبراطور فرفضت. علشان كده في يوم من الايام لما نانا صحيت من النوم اكتشفت ان اختها دخلت في قتال مع باقي السفاحين بسبب مخالفتها للاوامر، وقدرت انها تخلص عليهم لكنها ماتت في نهاية الامر. ومن هنا نانا قررت انها توصل لريو قائد جماعة السفاحين وتقتله علشان تنتقم منه، وبكده هتقدر ترجع حق اختها لانه امر بقتلها لانه شغال مع مملكة واي. فشين قال لها ما تتهوريش، لأن الانتقام لموت أختها هيسبب في قتلها ولازم تعيش، لأنهم بقوا أصدقاء وحاربوا مع بعض. وتاني يوم الصبح فبينج وبونج وباقي أتباع شين كانوا مستخبين من الأعداء فوق جبل عالي، ولما كانوا بيتكلموا مع بعض فتفاجئوا إن شين حضر، فحسوا بسعادة كبيرة لأنه كان لسه عايش. لكنهم أول لما شافوا نانا فاتصدموا بشدة، لأنهم كانوا فاكرين إنها شاب زيهم وما يعرفوش إنها بنت. وفي نفس الوقت ده قائد جيش مملكة واي اكتشف ان في جزء كبير من الجنود بتوعه اتهزموا بسبب شين، فارسل قوات دعم كبيرة جدا وسيطر على ارض المعركة. اما الجنرالات حسوا بالخطر وانطلقوا لقتالهم كمان علشان يساندوا باقي جنودهم، ومن هنا الحرب بدأت من جديد. ومن هنا شين واصدقائه اكتشفوا ان في تل عالي من بعيد، وقالوا انهم لو وصلوا ليها فهيقدروا يشوفوا كل اللي بيحصل في المعركة. لكنهم وهم ماشيين في الطريق للتلة فاضطروا انهم يقتلوا مجموعة من مقاتلين العدو. وفي البداية شين قاتل بدون خوف وقدر ان هو يسيطر عليهم ودمر اي حد كان واقف في طريقه، بس للأسف الاعداء كانوا كتير جدا وهو واصدقائه اتحصروا من كل اتجاه. ومن هنا الجنرالات ظهروا على اخر لحظة وانضموا للقتال هم كمان، ومن هنا شين حس بسعادة لان الدعم وصل اخيرا. اما قائد الجنرالات
حي شن على قوته لانه قدر ان هو يهزم العجلات الحربية هو واصدقائه. ومن هنا شن اتحمس بشدة وانطلق للحرب بعزيمة واصرار اكتر من الاول. ومن هنا قائد الجنرالات وشن قدروا انهم يحددوا مكان قائد جيش العدو، لكنهم علشان يقدروا يوصلوا له فلازم يعبروا للغابة. وفي وسط الغابة شن وباقي الجنود قتلوا مجموعة تانية من الاعداء، وفي بداية القتال فشن قدر ان هو يخلص عليهم بسهولة وركب على واحد من الاحصنة. فقائد الجنرالات طلب من شن يجي معاه علشان يقتل قائد جيش العدو ويسيب اصدقائه وسط الغابة. وفي البداية شن كان متردد، لكن اصدقائه طلبوا منه يكمل طريقه وقالوا انهم هيكونوا بخير. وبالفعل شن انطلق مع قائد الجنرالات، اما بينج وبونج وكاي ونانا استمروا بالقتال في ارض المعركة. ولان نانا سفاحة ماهرة فما فيش حد قدر يقف قدامها، لكنها تعبت من كتر القتال. وبالصدفة لاحظت ان بونج مصاب في رجله وحاولت انها تنقذه، لكنه استسلم وقال ان هو هيموت في المكان ده ومش هيقدر ينجب حياته. فنانا افتكرت كلام شن ليها وقالت لبونج ان هو لازم يقاوم لحد اخر نفس ويفضل حي علشان اخوه بينج وباقي اصدقائه. وفي نهاية الامر بونج سمع كلام نانا ورجع للقتال من جديد. اما شن وقائد الجنرالات وصلوا للمكان اللي قائد جيش العدو موجود فيه، لكنهم اولا ما قربوا منه وكانوا راكبين على الاحصنة بتاعتهم فتفاجئوا بقناصين ماهرين بسهام مدمرة، والقناصين دول قتلوا جزء كبير جدا منهم. لكن شن ما استسلمش هو وقائد الجنرالات وكملوا في طريقهم بدون خوف لحد ما اخترقوا دفاعات العدو ونزلوا فيهم طحن بدون رحمة. وللأسف قائد الجنرالات اتصاب بشدة وما كانش قادر يقف، فقائد جيش العدو غدر بيه. ومن هنا قائد الجنرالات غفله وطعنه في رقبته، واولا مجنود مملكة واي شافوا نقائتهم مات فحسوا بالرعب الشديد وبدأوا ينسحبوا زي الجبناء. اما شن فانهى قتاله وحضر علشان يطمن على قائد الجنرالات. فالقائد قال لشن ان هو شاب شجاع وهيبقى مقاتل عظيم جدا في يوم من الايام. ومن سوء الحظ قائد الجنرالات مات وكل جنوده حسوا بالحزن عليه. ومن هنا نانا وباقي الاصدقاء حضروا اخيرا، وشن كان حاسس بسعادة كبيرة جدا لانهم لسه عايشين. وفي نهاية الامر الجنود قالوا انهم هيدفنوا جثة قائد الجنرالات، وطلبوا من شن ان هو يبلغ كل اللي حصل للامبراطور. لكن هو ورجع للقصر الملكي فتفاجئ بجيش ضخم جدا، وطبعا شن واصدقائه اتصدموا جدا لان جنود العدو كان عددهم كبير وما لهمش حصر، وعرفوا ان الحرب لسه ما انتهتش. فقرروا يرجعوا المعسكر علشان يستعدوا للقتال. ومن هنا الجنرال اوكي ظهر، والجنرال اوكي كان محارب قوي من مملكة تانية وحضر علشان يساعد شن واصدقائه. ده غير ان شن كان بيحترمه جدا ونفسه يبقى مقاتل اسطوري زيه بالظبط. لكن اول ما الجنرال اوكي بدأ يتكلم فجأة وبدون سابق انذار في جنرال مقنع من اتباعه نزل ارض المعركة مع جنوده واخترق دفاعات العدو بدون خوف لحد ما دمر كل اللي كان واقف في طريقه، لدرجة ان العجلات الحربية لجيش العدو بدأت تطارده. وطبعا شن ما كانش مصدق عينيه من اللي بيحصل، فاوكي قال ان هو لازم يكون شجاع علشان يبقى جنرال قوي في يوم من الايام. ومن هنا شن اتحفز بشدة واخد الحصان علشان ينزل لارض المعركة ويثبت قوته. وفي البداية شن انضم للجنرال المقنع واستخدم مهاراته الخرافية بالقتال علشان يدمر العجلات الحربية اللي بتطاردهم واحدة ورا التانية، والاتنين اخترقوا لدفعات العدو لحد ما وقفوا وش الوش وصاد سيونج. وسيونج يبقى جنرال قوي جدا وعمره ما خسر قتال قبل كده. ومن هنا الجنرال المقنع اتحدى الجنرال سيونج في قتال وش الوش، فسيونج قبل التحدي بدون تردد والاتنين انطلقوا للهجوم. لكن الجنرال المقنع ردت فعله كانت سريعة جدا وقدر ان هو يتفادى ضربة سيونج على اخر لحظة وخلص عليه تماما. فشن اتصدم من مهاراته الخرافية في القتال، ومن هنا كل جنود مملكة واي وقعوا على الارض من الصدمة واستسلموا في النهاية. وبعد القتال شن رجع لاصدقائه من جديد وكان حاسس بسعادة ملهاش مثيل لانهم اثبتوا قوتهم في ارض المعركة مع انهم كانوا متطوعين للجيش. ده غير ان هو ودع نانا في حزن وقال ان هو هيقابلها تاني في يوم من الايام. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقولين على الأفلام اللي تحب نلخصها لك. أشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.